لا شك التقرير يعني يذكر أن هناك انخفاض في عدد الحوادث المرورية بنسبة 34%، إضافة إلى انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 54%، طبعاً أو عفواً 51%، بما عادل لكل 100,000 نسمة. في السابق كانت هناك 28 حالة وفاة، الآن لكل 100,000 نسمة هناك 13.5 حالة وفاة، وهذا يدل على تطور في المنظومة المرورية حقيقة من ناحية الإجراءات المرورية الصارمة والقوانين المرورية الصارمة، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة بشكل كبير من قبل الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، حيث إدارة المرور وكذلك قوات أمن الطرق المربع بالسعودية. كل هذه حقيقة القوانين المرور الصارمة واستخدام التقنيات الحديثة وأبرزها نظام ساهر أدى إلى حقيقة انخفاض هذه الحوادث وهذه الوفيات، وأيضا حقيقة هناك في تفاعل مجتمعي جيد بين هاتين الإدارتين مع المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإضافة إلى ذلك التعاون مع الجهات المختصة وأبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة النقل، حيث التكامل الهندسي المطلوب من ناحية معالجة المواقع الخطرة المنتشرة في الفترة السابقة وتم علاج الكثير منها، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المريع على الطريق، وأيضا دور الصحي في زمن الاستجابة. الآن زمن الاستجابة قل بكثير عن السابق، وبالتالي من خلال وزارة الصحة ودور الهلال الأحمر في معالجة وقيام بإسعاف الكثير من الحالات الحوادث على الطرق، وهذا ما أدى بشكل كبير إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية، بحيث أنه كان في السابق هناك 30% من أسرة المستشفيات محجوزة للحوادث المرورية، الآن قلت هذه النسبة بحكم التفاعل الزمني الأقل من السابق، وبالتالي كان هناك في نوع من التفاعل أدى أيضا إلى انخفاض عدد كبير من الوفيات المرورية. هذه المنظومة المرورية متكاملة حقيقة بهذا النتاج وهذا التعاون وهذا التناسق الجميل أدى حقيقة إلى خفض هذه الحوادث والوفيات التي ما ذكرتهم في تقريركم الجميل. طيب خلينا نروح لجانب أنك متخصص في هندسة النقل والمرور، أبرز الأسباب التي أدت لنجاح خفض عدد الحوادث بالتالي عدد الوفيات؟ بلا شك الأمور كثيرة، أبرزها طبعا علاج كثير من مواقع الخطرة على الطرق، كانت هناك تسبب الكثير من الأمور سواء داخل المدن أو بين الطرق الطويلة حقيقة، فكل هذه الأمور أدت إلى علاج هذه المواقع، وأيضا كان هناك في تحسين في التصاميم الهندسية لكثير من المشاكل كانت موجودة في السابق بالذات داخل المدن، حيث الكباري والأنفاق والمنحنيات والمعطفات الخطرة والمداخل والمخارج في كثير من الطرق. بلا شك الأمر يحتاج إلى كثير من الاهتمام في الفترة المقبلة، لذلك أنا أنصح بضرورة جلب الكوادر الهندسية بشكل أكبر مما هو عليه الآن، وضرورة تفاعل القطاعات التعليمية والمخرجات التعليمية ما يحتاجه حقيقة هذه الطفرة الموجودة الآن الحمد لله شركة الملك عبد العزيز السعودية من ناحية الطفرة العمرانية القادمة التي تحتاج إلى توسيع في مجال النقل والمرور تحديدا، وأيضا نتكلم على ضرورة وتوفير النقل العام. الأسباب حاليا حقيقة أيضا من الأسباب اللي أدت لانخفاض الحوادث المرورية، لو رجعنا للعناصر السلامة المرورية، السائق رقم واحد، رقم اثنين المركبة، رقم ثلاثة الطريق. نحن نقول السائق حقيقة كان في السابق هو ولا زال حقيقة هو السلوك البشري حقيقة مسبب الهيس الأكبر في عمل الحوادث المرورية، لكن مع وجود تقنية ساهر حقيقة والجهود الكثيفة حقيقة المبذولة من قبل إدارة المرور أدت إلى خفض ما يقدمه السائق في السابق من مخالفات مرورية. أبرز شيء حقيقة هو استخدام الجوال أثناء القيادة، الآن مع تقنيات ساهر حيث ضبط المخالفات المرورية من استخدام الجوال أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان أدى بلا شك إلى خفض الحوادث المرورية. هذه الأمور طبعا كانت في الفترة السابقة تسبب جزء كبير من عدد الحوادث والوفيات. نذهب أيضا إلى إذا نفتكر في السابق السرعة على الطرق، الآن السرعة التصميمية على الطرق صارت المقياس والمعيار الأساسي في تحديد السرعة المحدد على الطرق. جميل. الآن نحن مثلا نذهب في الطرق الطويلة أو نستمتع حقيقة بالرحلة الآمنة لأن حقيقة السرعات محددة إما 120 كم في الساعة أو في بعض الطرق الطويلة المستثنات تذهب إلى 140 كم في الساعة، وهذه معتمدة على الديزاين سبيد اللي هي سرعة تصميم الطريق. طيب هذا الأمر دكتور علي أدى أيضا إلى انخفاض الحوادث، أصبح طبعا معيار السرعة ليس بذلك الأمر الهائس المهم كما كان في السابق. طيب دكتور علي دعنا نتحدث يعني بصراحة، لما نشاهد يعني لما نشاهد منظومة المرور تتطور، هناك تكامل بين وزارة النقل والمرور، ولكن هناك يمكن بعض الإجراءات المختصة مثل ما ذكرت تقنية ساهر وغيرها من الأمور، هل
هل أصبحت يعني منظومة المرور متكاملة وكاملة أو هناك يحتاج هناك تعديلات أو إضافة في منظومة المرور؟ لا هو شوف بلا شك أستاذ ثامر يعني الجهود المبذولة حقيقة في الفترة السابقة أدت لهذه النتائج الجيدة، لكن يجب أن نستمر العمل بهذه الوتيرة وبشكل كمان أقوى في المرحلة المقبلة. لماذا؟ لأن نحن مقبلين على طفرة عمرانية، مقبلين على طفرة سكانية، وبالتالي يحتاج الأمر بذل كثير من الاهتمام كما هو موجود. لذلك ذكرت أنا في البداية على ضرورة جلب كوادر هندسية لعمر حقيقة كثير من التصميمات الهندسية بما توافق مع المرحلة المقبلة. ايضا نطلب حقيقه من اداره المعنيه عبر اداره المرور في الاستمرار في تطبيق الانظمه والقوانين الصارمه، وطبعا بلا شك هم يراجعون من فتره لفتره اخرى، لكن ضروره الاهتمام بهذا الامر، وايضا التوسع في استخدام النظام التقني الموجود في 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 شبكه ساهر. طبعا ساهر الان في مراحله طبعا المجدوله، طبعا هناك كثير من الامور القادمه ستكون من اسم نظام ساهر، وبالتالي عندما تتكامل هذه الشبكه بوجود طبعا كاميرات المراقبه على الطرق، هذا كله يؤدي الى منظومه مروريه يستطيع حتى المتحكم مثل اداره المرور على الطرق انها تتحكم من خلال مناطق غرف تحكم حتى تؤدي الى وجود حركه انسيابيه مروريه. ايضا لابد أن نفكر في بدائل عن وسائل النقل الاعتيادية اللي هي المركبات نذهب إلى توفير النقل العام. أنا حقيقة هنا أشير يعني بشكل إيجابي إلى مترو الرياض اللي حيكون إن شاء الله بإذن الله الافتتاح في القريب العاجل، حنشوف كلنا كيف تأثير الإيجابي حيكون على الشبكة المرورية. عندما تكون عندك مدينة مثل الرياض مكتظة سكانيا وعندك سيارات بالملايين لكن متوفر نقل عام، مؤكد ان هذا يؤثر بشكل ايجابي على الحركه الانسيابيه المروريه، وهذا يقلل اكيد باذن الله على نسبه الحوادث والوفيات على الطرق.